المجلس الوطني والجمعية التأسيسية الأسامي الباخرة. شيء مؤسف شديد حصل في Your voice not clear يا وليد. طيب لحظة كده، كيف خليك معايا يا وليد، لو الصوت يكون واضح يقول لي وليد أحمد، لكن إن شاء الله يكون الصوت بقى واضح. وليد عشان لو واضح اتكلم بدون السماعة دي، انت معايا؟ السلام عليكم، مساء الخير، ازي الحال، و جمعة مباركة للناس اللي تقول جمعة مباركة، جمعة مباركة. اللايف ده ما كان مخطط له، واضح انه ما عملت له اعلان قبل ما اطلع على الهواء يعني معاكم كده، لكن كان لازم اتكلم ايش اللي حصل امبارح. في البدايه ما اقدر اتكلم عن عظمه الموكب وقدر شنو كان موكب مهيب، دار ابدا من ايش اللي حصل امبارح في البرلمان او في محطه 20 او الحته اللي كان اسمها سابقا المجلس الوطني والجمعيه التاسيسيه الاسامي الباخره. شيء مؤسف شديد حصل في Your voice not clear يا وليد. طيب لحظة كده، كيف خليك معايا يا وليد، لو الصوت يكون واضح يقول لي وليد أحمد، لكن إن شاء الله يكون الصوت بقى واضح. وليد عشان لو واضح اتكلم بدون السماعة دي، انت معايا؟ طيب اي زول يحس نفسه انه قادر يوريني الصوت كيف، يا ريت يفيدني يعني. طيب نايس، تمام، اوكي، شكرا يا وليد احمد، ثانك يو سو ماتش يا وليد. طيب الغرض من اللايف ده، انا ما داري اتكلم عن مهابة الموكب وعظمته وقدر شنو كان استفتاء لو دارين نقول، وقد شنو كان بيوضح الغلبة وينه والتفاصيل دي ممكن أقولها بعد شوية، لكن دار أتكلم بس عن الحصل في مدرمان، الحصل في تخوم مدرمان وتدخل خرطوم الحتة بتاعت جنب الصلاح الطبي وتدخل بكوبرنيه الأبيض والتفاصيل دي. اللي هي بالضبط بالمنطقة بتاعت البرلمان الجمعية التأسيسية المجلس الوطني المهم، أي مسمى تسموها، محطة 20 زي ما يقولوا زمان يوم المواصلات بتيجي بالحتة دي يعني البساط. الواحد بجد هو ضد الشيء اللي حصل وزعلان شديد يعني، ولسه على رأس القوات النظامية لسه هم بيخطونا في حتة ضيقة، ان احنا المفروض نتعامل مع وده الشيء الطبيعي، انه في البوليس والجيش افرادهم موظفين في الدوله يعني، زيهم زي الموظفين في الدوائر الحكوميه الثانيه من الوزارات وغيره يعني. والشيء اللي بيسووا فيه ده هي امر بيجيهم وتفاصيل زي دي، لكن الزول بيفترض انه برضه فيهم لسه زي ما بنقول شرفاء الجيش، في شرفاء البوليس يعني، وزي مرات ما بيحصل معانا احنا في الوقفه بتاع المرور بده يقطع عليك مخالفه بيقوم بيتكلم معك بيقول لك امشي مقاطعك ايصال يعني، في حين انه يقطعك ايصال ده اجراء قانون يعني، لكن هو عين لروح القانون ما عين لانه لازم ينفذ القانون. تفاصيل كثيره بتحصل يعني، انا اتكلم عن الزول يكون اصلا هو مستحق انه يقطع ايصال ما مرخص ولا مظلل، تفاصيل زي دي، لكن ده موضوع تاني، وبس جبته كتوصيل معلومة يعني، أو شيء يذكر وكده يعني.
فأنا ضد زيه زي غيري كده، ضد الحصل في قدام البرلمان من إطلاق رصاص حي. أنا بفهم إنه البومبان ده هو مع إنه عذبني شديد في المواكب، لكن ده إجراء طبيعي بيتعمل عشان يفض التجمعات يعني، تمام؟ زي ما في دول تانية بتعمل بتفيك موية باردة وكده يعني. لكن تصل لإطلاق نار دي حاجة ما 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 في زول بوافق عليها، ما في زول بيقبلها إلا الصايد ال بيطلع الأوامر دي وبتاع. لكن من الشيء حصل امبارح واضح إنه لسه الأجهزة الشرطية والجيش يعني والقوات النظامية بشيء من التعميم لسه في يدهم القرار، لسه هم بيشتغلوا بالتفكير الأيديولوجي بتاعهم يعني، والتفكير العقائدي بتاعهم كده يعني. وأنا بتكلم عن حزب عقائدي معين يعني، هو الأخوان المسلمين الكيزان طبعا وكده يعني. والواحد ما درى غارم بين المواكب اللي طلعت امبارح والناس اللي قاعدين في حدائق الشهداء يعني، غارم من ناحية التعامل يعني، ما درى غارم من ناحية الحراك ذاته يعني. إذا جاز لي إنه أسمي بيحصل في حدائق الشهداء ده حراك يعني، حراك سياسي يعني، أو حراك المهم نضال يعني. فإذا كان نفس الجهاز الشرطي بيتعامل مع تجمع بتاع ناس رافضة لنظام معين أو لسياسة نظام معين يعني، البوليسيز قصدي، للسياسات يعني، ما السياسة، أنت رافض لسياسات معين أو رافض حتى لسياسة للوم سياسة معين أنت شايف هو مسيطر على النظام ده، وجيت طلحته في مسيرة يعني، أنا ما حديهم شرف كلمة الموكب دي، طلعوا في مسيرة لحد ما وصلوا حديقة الشهداء وقعدوا فيها بكل التفاصيل اللي متابعينها الناس في السوشيال ميديا، وانت ما تعرضت لهم بأي حاجة إلا لما في جماعة منهم حاول يمشوا يدخلوا القصر الجمهوري واحترطهم بالبومبان، بومبان بس ما كان في رصاص ولا حتى رصاص وسط، خلي الرصاص الحي، تمام؟ فإذا انت بتعامل بالطريقة دي كويس، ومن حقك أيوة تفرق التجمع ده بـ 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 بالبومبان أو بأي وسيلة تانية، لكن ما أو حتى أضعف الإمام طلقات صوت لو بتفكها في الهواء طبعا، لأنه إحنا في أيام المواكب كانوا حتى الرصاص بتاع الصوت الفشنك ده وحتى البومبان كان بيستخدموه كأداة كسلاح يعني، في ناس كثيرين يتعوقوا بالبومبان وفي ناس كثيرين يتعوقوا بطلقات الصوت لما تتوجه عليك بصوره مباشره يعني. احمد ابراهيم بروك التليفون، الله يبارك فيك يا حبيب، تسلم. فالحاجه دي بتكون مرفوضه اذا انت بتكل بمكيالين، تمام؟ انا قادر افهم انه الناس اللي قاعدين هسي في حدائق الشهداء كايسين لدور بطولي او دور يسموه هو بطولي، فبيحاولوا يمشوا على جهه القصر على اساس يضربوهم، وحتى انا بفترض انهم ممكن من نصهم يضربوا ناس عديل عشان في النهايه يقول له والله ديل شهدانا وديل مصابينا، ونحن هسه قاعدين جوا حدائق الشهداء فنحن محتصمين زي ما انتم كنتم محتصمين في الاحتصام بتاع القياده العامه، ومنتظرين انه يحصل فضل الاحتصام عشان يقولوا احنا برضه زي ما انتم فضوكم بالطريقه دي احنا فضونا نفس الطريقه دي، ويزايدوا بالحاجه دي زي ما هسي في بلد عبد الغيوم قبل ما يعني ثور ديسمبر تنجح كان مع اسامي شهداء الثوره المهديه، كان كاتبين اسامي الناس المات في الجنوب، تمام؟ ناس ابو دجانة عبيد ختيم وغيره وغيره وغيره، وجايبينها في نفس اللسته، ديل شهداء شنو بعرف، ديل شهداء شنو بعرف.
فهم دار يزايدوا على الحاجة الحاصلة دي وبيحاولوا يصعدوا من الشيء اللي بيعملوه جوا حدائق الشهداء على أساس إنه يصلوا للإبك بتاع الحاجة اللي بيسوي فيها دي ويحصل فضل للتجمع بتاعهم ده. يقولوا طيب إحنا كنا معتصمين وزي ما بيسمى في السوشيال ميديا بإعتصام قصر الجمهوري, إحنا في إعتصامنا ده فضلتونا زي ما فضوا إعتصام القيادة العامة وزي ما عندكم شهداء عباس وعظمة يعني طيب نتكلم عن في الإعتصام, طيب زي ما عندكم عباس وكشة وكده 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 إحنا برضو عندنا فلان وفهم من الشهداء بتاعيننا وده إعتصام وإعتصام وتحصل حاجة زي دي. فدي فرصة إنه بناشد إنه الناس ما يحاولوا يستفزوهم ما يستجيبوا لهم, بخلوهم قاعدين في هذا الغرس اللي يقعدوا إن شاء الله ليه 100 سنة ليه قدام, ده بهمنا. بس هو اللايف غرضه, برجع غرض اللايف عشان ما أطلع من الموضوع كثير, إنه الواحد بيرفض الشيء اللي حصل امبارح قدام البرلمان من 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 إصابات برصاص حي, واحتمال يكون مصاب بالبومبان, البومبان يتوجه عادي للثائرات والثائرين عشان يبقى سلاحه ويتعوق به زي ما حصل في المواكب يعني, تمام. فياريت انه الكلام اللي بقال فيه انه دارين يحصل خلينا بتعبيرنا خليك من التعبير السياسي انه دارين نضف الجيش من الكيزان, انه الكلام ده يكون مال الاستهلاك المحلي وما يبقى ونسة منصات ساكت وتصريحات لمزورين عبر وسائل الاعلام بدون ما يكون في اكشن واضح احنا نشوفه ونلاحظه. لسه نحن املنا كبير في البوليس زي ما املنا كبير في الجيش, وزي ما بنقول الجيش جيش السودان الجيش ما جيش برهان, برضو بوليس ده حق السودان واسمها شرطة السودان. فيا ريت الناس اللي بيلعبوا بالبوليس والجيش يبطلوا اللي بيعملوا فيه ده, وهم ما حيبطلوا لانه هم ما دارين الفترة الانتقالية دي والتحول الديمقراطي يمر بسلام. فيا ريت حمدوك ومجلس الوزراء والمجلس السيادي يعني ياخذوا الموضوع ده بجدية أكتر من كده ويطلعوا أنا بتكلم عن الأفراد في البوليس والجيش لأنه دول هم بنفذوا في النهاية, القيادات اللي بتطلع الأوامر دي يطلعوها من الـ من الـ من الـ من المشهد السياسي وما يكونوا ماسكين هم الخيوط من فوق وبحركوا في أفراد الشرطة والبوليس, الشرطة البوليس والجيش بس إحنا بنتكلم على البوليس طبعا. بمناسبة هداف الجيش جيش السودان والجيش ما جيش برهان, أنا كنت مبارح وكان لي الشرف أن أكون في الموكب اللي اتحرك من رويال كير لحد داخل شارع 60. فطبعا السكة طويلة والحر وكذا والناس طورت من المواكب فيكون فراق حاصل, فطبيعي أنه بيكون موكب ماشي لكن الناس ما قادر تهتف وبيجدر في كل عين وفترانة. ففي مرة كبيرة جات مرة بجنبي قلت لي لو سمحت, فقلت لها أيوة اتخيلتها دار تقول لي تزاني من وصف تحيطة في الحتة دي يعني, خصوصا إحنا كنا فوتنا الطائف وخلاص يعني بعيدين من الحتة دي, فاحتمال بيكون زال يعني حتة في الطائف ولا في الرياض يا دي شارع تمشي بيه وبتاع. فقلت لي لو سمحت, قلت لها أيوة, فقلت لي برهان ماله وشكلها كان جاد جدا وصغ السؤال, فلي ثواني كده أنا دار أقول لها ما فهمت سؤالك ولا يعني برهان حصل لي شنو, فقبل ما الدقيقة تتم انت بتهينا قصدها لو تعرف, قلت لها برهان وسخان, قلت لي وجابوا منه بنفس الطريقة بتاعت الجدية وسؤال الاستفسار ذاك, قلت لها جابوك كيزان عادت لي الكلام, فقلت معاها فالموك بتحرك بهتافة ده خلتني نحب نهتف مواصلين مشت لي ناس ثانيين بقت لي ناس القاعدين الفتر وعديل وقعد في, 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 في التليتوار بتاع الظلة بتاع 60, فحركت الموكب. فالتحية لأمنا دي اللي عملت أجعلت الشرارة تاني فينا, وعملت توثيقات بتاع فيديو للموكب في صور هناك, فاللايف ده مالي الموكب ومالي عشان نتكلم عن عظمة الموكب والشيء المهيب اللي حصل مبارح,
ده حيكون في لايف تاني ان شاء الله اذا الله اراد. فتابعوا الحساب ده وتابعوا حسابي في قناتي في اليوتيوب. كان عندي مشكله فاتت مشكله الفتره الفاتت عندي مشكله في انه ما قاعد ادخل على الجيميل بتاعي بعد ما التليفون اتسرق. فكل مره كنت بجرب لاكثر من اسبوعين، فالحمد لله رجع عفوا. فان شاء الله حرجع تاني للفيديوهات اللي برفعها في اليوتيوب او اللايف اللي بعمل في اليوتيوب ان شاء الله كله سويت الساعه 9 اكيد حاعلن عنه قبل ما اعمل اللايف الجاي. وحواصل برضو في اللايفات اللي بعملها كله خميس الساعه 9 بتوقيت السودان، اللي هو جرينج ساعتين بيكون يعني 9 مساء كل خميس في الانستغرام. كل الاكونتات دي باسم مزمل الباغر نفس الاسم الهسي في اليوتيوب في الفيسبوك ده، فتابعوني فيهم عشان تلقوا الجديد ان شاء الله. انا شاكر لكم شيء لحسن المتابعه دي، وان شاء الله تلاقي قريب في لايف ثاني. خلوا بالكم من روحكم، شكرا لكم مره ثانيه، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.